هروح الشغل يا حبيبتي، عايزة حاجة؟ لا. حبيبتي أنا عارف إن أنت بتحاولي تنسي الأيام اللي فاتت ومش قادرة، بس أنا بجد هحاول أنسيها لك، هحاول أخلي كل حياتك اللي جاية حلوة إن شاء الله. روح على الشغل حبيبي، وشو ما قال لك فاروق ما تزعل منه ولا تخليه يعصبك، سامع؟ لازم نحافظ على علاقتنا المنيحة فيه، لازم تخليه يوثق فيك لأبعد حدود، لازم تطور علاقتك فيه لدرجة إنه لازم تحسسه أنت كأنك ابنه، أو حتى مطرح ابنه. ابنه هيداك اللي مش طالع من أمره شي غير طق الحنك والسهر والبنات. ماشي حبيبتي، ارتاح انتي وانا اروح الشغل وارجع لك على طول، ما تشغليش دماغك. باي باي. باي حبيبي. ايوه يا رامي، الباشمهندس تامر وصل ولا لسه؟ طب اول لما يجي يفوت عليا في المكتب ضروري. الو. الو، انت لوحدك ولا تامر معاكي؟ تامر رحله عندك. الحمد لله على السلامه، وحشتيني قوي. بتعملي ايه؟ عم فكر. عم بتفكري؟ بتفكري بشو؟ بالوقت الحاضر عم فكر قوم البس وروح اشرب قهوة شي مطرح لانه طايق قلبي. خليكي 10 دقايق وعربيتي تكون عندك. لوين؟ اركبي العربية ومالكيش دعوة. اوكي معي. خلينا نلعب على الاخر.